وتشكر رب العالمين انه هي قاعدين يحترمونها بسبب هذا الشخص، يعني مسوي لها قيمه الدنيا. يا ريتك يا بسمه ما تصورتي مع عمرو دياب او حتى نزلتي الصوره وكتبتي عليها الهضبه يغزل ثلاثينيه جده. فصل جديد من قصه بسمه بوصيل وهجوم جديد من جليله المغربيه بسبب صورتها الجريئه مع عمرو دياب، وده بعد مي حلمي. مي حلمي طلعت في فيديو وقالت لها احترمي طليقك اللي عمل لك ده كله، احترمي عيالك بدل ما انت سحباهم وراكي ورايحه تتصوري مع الراجل. دخلت جليلة المغربية بفيديو اتعرف ان هي اكيد قصدها بسمة بوصيل، قالت فيه الغريب دلوقتي بقى اللي بشوفه على السوشيال ميديا، الشخصية دي بدل ما تعمل حساب للعشرة والاولاد اللي بينهم وتشكر رب العالمين على النعمة اللي ما كانتش تحلم بيها، وان اي حد بيحترمها فهو بيحترمها علشان طليقها تامر اللي كان في يوم من الايام زوجها، وأكملت وقالت المفروض إن الشخصية دي تحمد ربنا وتربي ولادها تربية سوية، مش طول الوقت بتحارب في البني آدم اللي عايشها عيشة ما تحلمش بيها، عيشة من تحت الصفر لحد معروف وده بفضله. إيه قلة الأصل دي؟ واللي بيحصل فعلا يشيب الرأس. وأحمد رب العالمين وخلاص وأسوي حساب للعشرة وأربي أولادي تربية سليمة لصحتهم النفسية أصلا، يعني والله العظيم استغرب، اقسم بالله العظيم انه بني ادم من بعد رب العالمين غير لي حياتي من اي تو زد، يعني من تحت الارض من تحت الصفر الى صرت يعني شيء من وراه اقعد اطعن فيه واقعد احارب فيه واقعد شنو قله الاصل هاي؟ اقسم بالله والله العظيم انه انا اللي قاعده اشوف على السوشيال ميديا شيء بالراس.